مداخلة أخيرة وخامسة يتناولها الأستاذ محمد الإدريسي وكيل ملك لدى المحكمة الابتدائية بلادور، وهي تتعلق بصعوبات مكافحة الهجرة غير المشروعة والحلول المقترحة اللي تفضل مشكورة. سيد رئيس الدولة المحكمة الابتدائية بلادور، سيد وكيل عديد من المحكمة الابتدائية بلادور، السادة كن أنتمي العضو المنتخب بالمجلس الأعلى قضائية، سيد رئيس المحكمة الابتدائية بلادور، سيد نقيب رئيس المحامي بلادور، السادة أعضاء المجلسية، سيد قائد الجهوي الداخلي بلادور، سيد رئيس المنطقة الأمنية بلادور، السادة المستشارين والسادة الغوب وكيل عام الملك، والسادة القضاة، السادة الغوب الملك، السادة المحامي، والسادة المحامي القضاء، السادة رؤساء مصر كتاب الخاص وكتاب تمهيد العلماء، سيد مصدر مصدر عقد التعمير، السادة رؤساء المراكز الدرك الملكي، السادة الموظفي السيد القضائيات والحضور الكريم كل من نسبته وشكرا. إذا تسمح لي أن أقدم بشكر السيد وكيل عام الملك في التمثيل من الدور الذي الذي أعطى تعليمات لي بالمشاركة في هذه الندوة وتعليمات يمكن قدرها. والشكر موصول أيضا للجهة المنظمة للجهة العلمية التي سهرت على أن يكون هذا هذه الندوة في هذه الحلة، والشكر موصول أيضا للدور الكبير. إذا مع الخير أن أقول وما أقدر أضيف بعد كل ما قيل من العروض الكثيرة في موضوع من جبهتك. إذا أحاول ما أمكن أن أضيف ما يمكن إضافته. إذا أقول بداية بأن الهجرة أبدا لم تكن مشكلة، إذا الهجرة دائما كانت يعني كانت عاملة كما قال الأستاذ عاملة كما قال الأستاذ كثيرا من الدول تقدمت نيوزيلندا واستراليا لمقع من تحدات دول الخليج، لان مجموعه من الدول التي ما كانت تقدم له الهجره التي نيوزيلندا وقتها، لان الهجره كانت يعني كانت علامات فارقه في على مستوى المجد. الارقام التي فيها منطقه الهجره العالميه في 2015 يعني تعطينا بعض الارقام، يعني الاكبر هو تقدير الهجره نجد مثلا على المكسيك 12 مليون في 2015، نجد الصين حوالي 8 مليون نصف، نجد الهند 12 مليون نصف، نجد روسيا هذه مفارقه 13 مليون، نجد مصر 8 مليون، نجد بنغافي 6 مليون. الدول المستقله للهجره يعني على راسها نجد الولايات المتحده الامريكيه 76 مليون، نجد المانيا 13 مليون، نجد روسيا 11 مليون، نجد الامارات العربيه 2 مليون، المملكه المتحده 8 مليون، فرنسا 7 مليون، اسبانيا 6 مليون. اذا هذه ارقام تعطينا ان الهجرة لم تكن ابدا مشكل، لكن ما الذي درى؟ ما الذي جعل الان الكل يتكلم على ظاهرة الهجرة؟ هذه ظاهرة الهجرة يعني بشكلها منظم بشكل شرعي، لكن الذي درى في الاشكال ان ظاهرة بدات تظهر ظاهرة اخرى ظاهرة الهجرة غير مشروعة. هذه اصبحت تطرح تحديا على مستويين، التحدي الاول على مستوى الدول، دول الاستقبال ودول المنشا، دول الاستقبال ودول المنشا. اصبحت الهجرة المشروعة تمثل على تحدي امني ان تؤدي الى هروب مجرمين خارج الشرع الوطني، خارج عن فترتهم. وايضا تطرح تحديات امنيه لهذه الدول الاستقبال، لانها تؤدي الى تسلل العناصر خصوصا مع تسلل مع انتشار الارهاب والشبكات المنظمه، تؤدي الى تسلل العناصر الى داخل الى خارج العمارات الوطنيه. هذا التحدي الاول المستوى الاول من قبل. المستوى الثاني هو طبعا مستوى المهاجرين. للمهاجرين اصبحنا ان هؤلاء المهاجرين اصبحوا عرضه للاستغلال، اصبحوا عرضه يعني الهشاشه، الشيء الذي ادى الى مجموع الى ان الجميع في المجتمع الدولي اصبح يقول ناقص خطر، يقول نحن امام ازمه، نحن امام مشكل يجب ان تعالج. اذا ظهرت في الاتفاقيه الدوليه لاول اتفاقيه كما قال الاستاذ سعيد حموش، اتفاقيه الطريقه الاتفاقيه الدوليه لمحاربه الجريمه المنظمه العربيه الوطنيه في 2000، ثم جاء البروتوكول الملحق بها البروتوكول في 2000 متعلق بالبروتوكول مكافحه المهاجرين عبر البر والبحر والجو، ثم ظهرت اتفاقية الدول الوطنية، اتفاقية الرئيس للدول، اتفاقية الدائرة. أيضا جميع الدول أصبحت تنتهي لأن هذه الدائرة يجب أن تقنن ويجب أن تجرب، فأصبحت ثمانية التنمية الحديثة، حتى الدول التي لم تقل نفسها دول مصدرة أصبحت هي مقتنعة بأنها يجب أن تضع قوانين، تسجل الدائرة وبالتالي أصبحت تضع قوانين. ثم أصبحت كل الدول يعني تبذل مجهودات كبيرة جدا من أجل ترصد هذه المناطق السوريانية وضحت الظاهرة. لكن رغم هذه المجهودات يعني التي تبدو المستوى العالمي على المستوى الدولي على المستوى الوطني، تبدو أن ظاهرة يعني ظاهرة الهجرة المشروعة هي ظاهرة يعني
تكسب فيها الدول اشواطا وتكسب فيها الشبكات المنظمه يعني اشواطا اخرى، يعني الحرب مستمره بينهما، كلما كسبت الدول اشواط تكسب الشبكات المنظمه اشواط اخرى. يعني اشكال الانتقاء من هي الصعوبات التي تجعل العالم في محاربه الطائرات بحد ذاتها ثم يكون المنظمه. اذا صعوبات عديده، صعوبات عديده. إذا أولا صعوبة اقتصادية، إذا لابد أن نعترف بأن هناك تفاوت كبير ما بين مستويات الرخاء الاقتصادي والمستوى الاجتماعي، مستوى المعيشة، مستوى الصحة والتعليم بين دول الشمال ودول الجنوب ودول الغربية ودول المغرب، حيث أنا أعتبر على الأرقام يعني في ضرورة للرخاء الشامل، يعني أنه إذا خذينا مثلا الدخل الخام في مجموع العالم 47 تريليون دولار، نجد أن دول عظمى مثل أمريكا 13 تريليون دولار، الصين 12 تريليون دولار، اليابان على 600، ألمانيا 600، إذا أربع دول فقط تشكل حوالي 50% من مجموع الدواء العالم. إذا يعني أربع دول فقط في العالم يعني تنتج الثروة التي ينتجها 40-50% من مجموع الدواء العالم. إذا أجمعنا الدول الإفريقية كلها لن تنتج أكثر من 3 تريليون دولار، يعني أقل من الناتج الدولة في العالم. إذا لا، إذا لابد أن نعترف بهذه السرعة وقدرة التفاوت الاقتصادية الكبيرة جدا ومستوى الرخاء الاقتصادي بين الشمالين يجعل النتيجة لا يمكن إلا أن تستمر. هذا صعوبة أولى، صعوبة أخرى صعوبة اجتماعية. إذا لابد أن نعترف هناك شاشة هناك صعوبة اجتماعية لابد أن منشأ مقابل يعني الرخاء المتعب الدول الشمال. أيضا صعوبة التعريف صعوبات أمنية يعني مع الدول تعريف حروب باكستان العراق سوريا اليمن صعوبات دينيه صعوبات ثقافيه يعني الدول يعني المنتقدات في يعني في تطلب وجود الدول الاخرى. الا يهمني كرجل قلب الصعوبات القانونيه، ما هي الصعوبات القانونيه التي تؤدي الصعوبات القضائيه التي يعني تؤدي الى الظاهره مدى الهويه. طبعا عندما نقول الصعوبات القانونيه القضائيه نقول اوجه الثغرات التي موجوده في الشعب المغربي واضحه تؤدي الى الكثره. اذا قارنا طبعا المرجعيه لنقول هل الشعب المغربي في نواقص اليس في نواقص علينا ان نستند الى المرجعيه. عندنا ثلاث مرجعيات اساسيه، عندنا مرجعيه كما قال الاخوان ديال بروتوكول مكافحه تهريب المهاجرين عبر البر والبحر والجو ديال نوفمبر 2000، وعن القانون النموذجي الذي صاغته منظمة الأمم المتحدة مكتب لمحاربة المخدرات والجريمة 2011، وعن بعض قوانين الفرنسية مثل بعض قوانين المقاتلة الصغرى إلى آخر قانون الفرنسي. إذا رجعنا لهذه القوانين المؤثرة للجريمة الجسدية ماذا شمل؟ ماذا تنجح؟ نجد أن المقام لا يتاكد ولكن باختصار شديد نجد أن هذه القوانين المؤثرة المرجعية تجرب أفعال كبيرة. إذا أفعال أولا أفعال الذكور في المشروع تنظيم الذكور في المشروع تجرم أفعال المكور مثل أفعال الديوان تجرم أيضا أفعال التنقل داخل الإقليم داخل المشروع تجرم المحاولة يعني جميع الصور المحاولة الجرائم تجرمها وايضا تجرم المشاركه وهذا ضروري تشديد عندنا ضروري تشديد بالنسبه للبروتوكول كاين ضرب تشديد هو تعرض المهاجرين للخطر وعندنا ضرب تشديد اخر هو تعرض هؤلاء معاملات انسانيه او حقا من كارثه كبيره. ثم عندنا القانون الاطار الوطيد تصدع الامم المتحده محاوله المخدرات والجريمه يضع يعني 21 ضرب تشديد يعني في ضرب يضع ضربين تشديد اجباريين ثم يضع الله دور تشيد اختياري، من دور تشيد اختياري في العراق اطار شبكه منظمه عصابات اجراميه فتح فرقه بين شبكه منظمه وعصابات اجراميه فونت اوغانيزي اسوسياسيون دو مافيدا ثم يضع من دور تشيد في الجرائم التي ترتكب من طرف منطق عمومي ان يكون ضحيه قاتل، ان يكون ضحيه اسماء احامي، ان يكون ضحيته، ان يكون احد المشاركين في الافعال قاتل. اذا مجموعه من دور تشيد التي موجوده في القوانين يعطيك صيغه اذا سمحتوا نعطيك صيغه مثلا الصيغه التي تستعملها القانون النموذجي الصادر على المكتب المتحده كيقول
كل سبب يكون في شكل إرادة من أجل الحصول على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى مادية، وفي خلق القانون لمساعدة تسهيل تشجيع أو حاول مساعدة أو تسهيل أو تشجيع الدخول أو إقامة شخص آخر في دولة أو دولة عضو البروتوكول أو عضو من دولة أخرى سأوكل هذا الدخول أو إقامة أو العضو فعليا أو مستهلكا يرتكب جريمة قابلة للعقاب. إذا كانت تلاحظ كيف أن المشرع هنا يعني أحاط بجميع الصور التي يمكن أن نتصورها لجريمة المساعدة على الاستبياء بمصطلحات عامة لا تقبل أي نقاش. في بلجيكا عندما أثير نقاش 1993 وأثير نقاش أن الجريمة المساعدة الإسلامية جريمة بالنتيجة ولا بد من تحقيق اقتراع داخل المنطقة الوطنية لتتحقق جريمة المساعدة الإسلامية 1993 انتظر هذا القرار في منطقة بلجيكا فأثير دخل المشرع ليجرب المحاولة. إذا حتى لا يضع هناك أي شكل. بعد كذا سيبدأ القرار أيضا قرار يقول بأن الترانزيت يعني العبور أن الشخص الذي يتواجد داخل منطقة العبور في الميناء أو المطار لا يضع الجيب ليتدخل المشكلة على القرار البلجيكي وينص على التجريم حتى أربعة. إذا بمصطلحات عامة فقط بمصطلحات عامة لا تترك أي صور من صور خارج نطاق التجريم. المشكلة المغربية ماذا يعني 1911 متابعين لنا جاء القانون في زمن ثلاث باب كان في الفرق ان يعني على 15 سنه كان المغرب انذاك في الباب ولكن الظروف التي ادت الى ظروف القانون كان المغرب انذاك ما زال بلد ناشئ لم يكن بلد استقبال فلهذا المشاع لم يدرك كان يتصور ان القانون انذاك كافيا وتصور ان بصيغه ثلاث مصطلحات تمنعها من البروتوكول صيغه مساعده وتنظيم مسير l'assistance assurée, organisation, facilitation, quelle est le chemin de l'économie 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 ولم يجري من محاولة شيء الذي شارك يعني ترك بعض الشيء القضائي إلى قلبها وتقول أن جرائم المساعدة الإسلامية جرائم التي قلنا لا 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 أننا نجري من حقها فنحن لسنا أمام جريمة بيوم ظهر من ظهر 11 إذا هذه الوقت من ذي السيد أنا أعتقد أنك أنا كنت أولا اعتبرت أن الابتدائي مثل واحد وكل مثل 14 لكن سيد الوكيل العام لا شكرا. شكرا سيد الوكيل على مداخلتكم القيمة التي أشرت فيها إلى الهجرة المشروعة التي هي مصدر الأقدم لبعض الدول والهجرة غير المشروعة التي تطرح تحديات ومخاطر على عدة مستويات والحرب سجال بين الدول والعصابة المتخصصة في مجال الهجرة غير الشرعية نظام الصعوبات التي ما زالت قائمة تحمل نفسها وهي اقتصادية واجتماعية وركزتم على القانونية عن طريق الإطارات الموجودة وشكرا لكم.